واحد بيقول بما ان ربنا وضع امامنا الطريقين الزواج والبتولية، اذا تكون نتيجة الطريقين واحدة في نظر ربنا، فكل واحد يختار الطريق الذي يرتاح فيه ويشعر انه من خلاله يؤدي به الى ربنا اذا استخدمه صح. لغاية دلوقتي بتكلم كلام معقول. وبعدين بيقول ومع ذلك ربنا يميز البتوليين عن المتزوجين في السماء، هيزعل اخر من ربنا. فلماذا؟ بالرغم من ان الشخص هو الذي اختار الطريق وبالتالي هو المستفيد وليس الله، واي فضل في المكافأة طالما هو المستفيد. شوف يا ابني، ربنا بارك البتولية وبارك الزواج، وكل منهما يوصل لربنا ما دام الواحد يمشي فيه صح زي ما بتقول. لكن ان كان قد ورد في كورنثوس الاولى الصح 7 ان الذي لا يتزوج يكون افضل، مقصود بيها مسألة التفرغ لخدمة ربنا، التفرغ، لان بيقول غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، اما المتزوج فيهتم في العالم كيف يرضي امرأته. فهي مسألة التفرغ لا تزيد عن كده. ومع ذلك علينا ان نفرق بين البتوليين والعزاب. العزاب يعني اللي ما اتجوزوش، والبتوليين يعني الشخص الذي لم يتزوج ومكرس حياته لربنا. نفرق بين التعبيرين دول، يعني مش كل واحد ما اتجوزش نقول عليه بتول، نقول من العزاب. وعشان نريحك وما تتضايقش وما تتنرفز علينا زي بتاع معهد الدراسات ده، شوف جميع البتوليين الابرار في العالم هينتهي امرهم الى احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب، ودول متجوزين. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ وعلى جبل التجلي ظهر ربنا محاط بموسى وإيليا، وموسى اتجوز اكتر من مرة، وإيليا كان بتولى عشان يورينا ان هو بيشمل الاثنين، ليس فقط بكرامة معينة وانما بالتجلي نفسه. وحول الصليب كان موجود العذراء البتول ويوحنا البتول، وكانت موجودة مريم المجدلية، وكانت موجودة مريم زوجة كلوبة. يعني ما تتضايقش، وتأكد لو انك انت مشيت في طريق الكمال، مشيت في طريق الكمال هيكون مركزك عند ربنا احسن من كثيرين من البتوليين اللي ما مشوش في طريق الكمال. بس ما تقعدش تلوم ربنا، وخليك هادي شوية كده. يسر الزواج خلك زعلك الستة في البيت ولا ايه؟ عشان بقى